المحليات الأصايل في مسار هذا الشوط وفي انطلاقة هذا الشوط الجميل والشيق والرائع في هذه الانطلاقات. انطلق هذا الشوط، انطلقت الأمال وانطلقت التحديات، حاملة كذلك في طياتها تنافس ميدان المرموم تحفت الميادين في شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق في هذا النقل الحي والمباشر من أمسية سن اللقاية في الميدان الذكي في هذه الانطلاقات والتوقيتات الرائعة والتحديات وأيضا التنافسات اللي هي قبل الختاميات وقبل المهرجانات الرائعة اللي قربت مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والأخوة المضمرين الذين ينطلقون ويبذلون جهود كبيرة لكسب هذه النواميس في هذه الأيام القادمة والجميلة والرائعة. نسير مباشرة ونبحر في عمق الميدان في شوط الانتاج والمنتجين، الجولة الأخيرة في شوط الانتاج والمنتجين لمحميات أصحاب السمو الشيوخ وهجنهم في هذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى وهذه طرفاشة، طرفاشة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز هذه الشايبة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك يقودها بالتضمير مع هذه الانطلاقات، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذه جواهر جواهر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عبد الله بن ثعيل بالهايري المتابع هذا الشاب في التضمير وفي الانطلاقات. يا سلام يا سلام، ولكن شوف هناك الدخول هناك تأتي مشاهدي الأعزاء الحميمة اسم جديد جميل للقاية وتراثي لاسمه شيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيب يقدم الحميمة التي تنطلق في هذه اللحظات. ولكن شوف الوصول الشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مرو شد في هذا الاندفاع، بينما هناك الأسماء وصلت وتبدلت وتقدمت في هذه اللحظات. هناك في هذه اللحظات وصلت هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد ما شاء الله أكمل النداء ووصلت هنا شعار سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وأيضا التضمير في هذه اللحظات، التضمير مع محمد بن عبد الله بالدبيلة شواهين في هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. هناك المركز التاسع هذه وصلت في تاسع المراكز سمحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة، والمركز العاشر هذه وصول من الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها اللي هو أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة، هذه نتيجة العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وعودتنا عودة إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول في هذه اللحظات في هذا المسار وفي هذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول في هذه التحديات. يا سلام، نعود إلى المركز الأول في الكادر العلوي والتقدم في هذه اللحظات من قبل الشايبة اللي تقدمت ولا هملولة غيرت لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. يا سلام، ما شاء الله غيرت، انطلقت إلى هذا المكان إلى موقعها وإلى مكانها اللي قدمت فيه إنجازات كثيرة وكبيرة. المركز الثاني ثاني المراكز وهذه تأتي في المركز الثاني الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتولى عملية التضمير والتدريب في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث هناك تتقدم الحمية في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. يا سلام، حمية تأتي في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها في هذه الانطلاقات في هذا
الاندفاع، بينما هناك شعار معالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد من الجانب الاخر، مختار بن احمد يقودها في التضمير، بينما هجن العاصفه بالشاهينيه تقدم على المركز الخامس ويضمرها غياث الهلالي، ووصلت في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، مقال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وكاسب بن سالم المسافري يقدم مقال في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق، ولكن عودي لها ملوله، عودي لها ملوله، روحت هملوله، راحت بالناموس كعوايدها دائما بهذا الاندفاع والانطلاق. هملوله على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر هملوله ويدير تضميرها، والعنايه والاشراف سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد يضمر هملوله وياتي ويقدم لنا الشكله على المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الثالثه مقال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كاسب بن سالم المسافري يتولى عملية التضمير. الرابع وصلت جدال 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 لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن خلفان الغويص، ولكن يا هملولة يا هملولة هناك انفردت. يا سلام، تهانينا للمرة الثالثة على التوالي والإنجازات المتكررة لهذا الشعار، تهانينا لأبو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وشكرا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من احد شبابنا المضمرين الرائعين المقدمين، كل ما هو جديد وجميل بدون اوامر هملوله، ظاهر طاقتها، الايام قادمه، المهرجانات قادمه، تستاهل المركز الثاني ايضا الشكله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ايضا عند سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد المركز الثالث لمعالي الرابع او الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، والمركز الرابع مقال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في المركز الرابع والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا نعود الى التوقيت الزمني، التوقيت الزمني 7 دقائق 37 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا على فوز هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، شكرا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، الشكلة في المركز الثاني 7 دقائق 39.9 أجزاء، أيضا التهنئة موصولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنئة لسعيد بن محمد بن مروشد 7 دقائق 40 ثانية، والتوقيت 7 دقائق 40 ثانية 4 أجزاء من الثانية من وصلت في المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد مع مختار بن أحمد. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.